ما حكم الخروج على الحاكم الطاغية المستبد؟ لا يجوز طالما لم يمنع الصلاة ولم يأمر بشرب الخمر ولم يهدم المساجد. لكن طب نعمل له ايه؟ ننصحه، نبعت له كده عريضة فيها كل المصايب بتاعته اللي عملها. وكانوا علماء الأزهر بيعملوا كده طول عمرهم، يعمل عريضة سنوية فيها مظالم الناس يقدمها للحاكم عشان الحاكم يصلح. لكن عمر ما العلماء نافسوا الحكام على كرسي الحكم، لأن العلاقة بينك وبين أولي الأمر علاقة تناصح. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. فالعلاقة بينك وبينهم النصح، وليس المنافسة على الحكم ولا الخروج عليهم ولا تحريش الناس ضدهم، النصح فقط. نصحناهم ما بيسمعوش الكلام، لأنك أنت أصلا من أهل المعاصي المجرمين، فربنا يخلى يتولى أمرك مجرم زيك، كيفما تكونوا يولى عليكم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فعليك أن تغير نفسك وأقم حكم الله في نفسك أولا، وتوب إلى الله، ربنا ما يمكنش ظالم منك. كونوا مكن الظالم منك لأن أنت ظلمت نفسك أولا، فمكن الظالم كيفما تكون يولى عليكم. فهمت بقى؟ فابدأ بتغيير نفسك أولا، ربنا لا يمكن الظالم منك، وإن مكنه منك جعلك شهيد. شفت قد إيه؟ يبقى يا بختك بالشهادة، لكن إياك أن تنافسه على الحكم، لأن المنافسة على الحكم تفضي إلى القتل وإلى الهرج، وهذا كله غير مناسب لفقه الأمة. سيدنا الحسن كان أولى بالخلافة من معاوية بن أبي سفيان، وبالرغم من ذلك تنازل عنها، لأنه لما حسب الجيشين قال أنه على ما ينتصر هيموت 40,000، على ما ينتصر، وهو النصر مع حليفه، بس حسبها كده تقديرا قال هيموت 40,000 نفس مسلمة عشان انتصر واخد الخلافة. أن تنازل عنها لمعاوية حقنا للدماء، والنبي أقر عليه وقال ابني هذا سيد. شفت بقى ازاي؟ يعني يجوز التنازل من الفاضل للمفضول في الولاية حقنا للدماء. شفت قد ايه؟ طول أصلنا احسن منه، ما انا حقيم العدل، مش هتبقى احسن من سيدنا الحسن. يا اونطاجي يا اخوانجي، الإخوان قضوا عمرهم طول عمرهم قاعدين ينافسوا الحكام على الحكم، وعمرهم ما نصح الحكام، شتموهم على المنابر لما كرهوا الحكام في الإسلام والمسلمين. لا، الحاكم لا يشتم على المنبر، الحاكم ينصح سرا، لأنك لو شتمته على المنبر زاد تجبرا وزاد ظلما، لكن ينصح سرا. من نصح أخاه سرا فقد وعظه وزانه، ومن نصح أخاه جهرا فقد فضحه وشانه. والإخوان والشيخ كشك والناس دي كلهم على مدى قرون طويلة، سنين طويلة، وإحنا معاصرين ليهم، قضوا عمرهم في شتم الحكام على المنابر. والشيخ المحلاوي بتاع اسكندرية كان يشتم السادات وزوجة السادات على المنبر في الإسكندرية، ويقول لك أنا كده أريد الإصلاح. كيف تصلح من تشتمه؟ أنت كده هتخليه يزداد في غيه لو كان من أهل الغي. وعشان كده الطريقة دي اللي ابتدعها الاتجاه الإسلام السياسي في العصر الحديث، وهو شتم الحكام على المنابر اعتبارا أنهم بيقولوا قولة الحق عند السلطان جائر، هذا تطبيق للحديث خطأ. قول الحق عند السلطان جائر أنك أنت تطلب مقابلته الشخصية وتقول له الحق في وشه في مجلس خاص، هاي دي قول الحق عند السلطان جائر. إنما السلطان مش حاضر في المسجد، واللي حاضر في المسجد عوام المسلمين، توجه كلامك للحاكم ليه وعوام المسلمين اللي حاضرين؟ كانوا بيعملوا كده، والعوام البسطاء مبسوطين قوي، لا يخافوا في الله لومة لائم ما شاء الله. وبعدين في الآخر أصبحت كل أجهزة الدولة تحارب الإسلام والمسلمين من أجل هؤلاء اللي هم غير موفقين. لكن لو كان العلاقة بيننا وبين الحكام النصح، طب ما الشيخ الشعراوي مش نصح حسني مبارك؟ قبض عليه حسني مبارك، لكن نصحه بطريقة العلماء، ما لم ينصحه بطريقة الدهماء والجهلاء.
فالنصح مطلوب، لكن المنافسة على الحكم هي دي غير مطلوبة. أنا مهندس وشغال مع شركة مقاولات والشغل غير مطابق لمواصفات المقايسة، توجد سرقة في بعض البنود المنفذة، فهل في ذلك شبهة؟ يا ابني أنت تعمل الواجب عليك ومالكش دعوة أنك أنت، يعني هم قالوا لك أنت اشرف على الحتة الفلانية دي في المشروع الفلاني ده، أنت تشرف على الحتة الفلانية دي، مالكش دعوة بقى بحاجة تانية، مالكش دعوة بكل حاجة. أنت لست مهيمنا على كل الشركة، أنت مسؤول عن جزئية بسيطة في الشركة، اتقن الجزئية دي ومالكش دعوة بالباقي، كل واحد مسؤول عن جزئيته، وإلا لن تجد عمل يناسبك في الدنيا، واخد بالك؟ وهتضطر في الآخر أنك أنت تعمل لنفسك عمل خاص، هتعمل لنفسك عمل خاص وأنت لا تجيد العمل الخاص هتفشل وتستدين، فاختار اللي يعجبك. أنا مصاب بمرض مستعصي منذ حوالي سنتين وقرعت ثلاثة أمر حياتي وحياة أسرتي وكل، يا ابني ما فيش حاجة اسمها عطلت، في حاجة اسمها قدر الله فيك، تصبر وتلجأ للأطباء وترضى بقدر الله وتكيف حياتك على ضعفك بمرضك. شوف مرضك ده مع وجوده في حياتك كيف تواجه الدنيا وتطلب رزق وأنت في حال المرض، تختار طريقة يجي لك رزقك وانت في حال المرض، فتختار طريقة للسعي في الرزق بدون مجهود كبير يناسب جهدك، وترضى بالقليل من الرزق ايه علشان تستريح. لكن انت لا، انت بتقارن نفسك بالمعافى ببدني، عايز ابقى كده، هو ربنا مش عايزك تبقى كده، لانك لو كنت معافى ببدنك تماما كنت هتستعمل عافيتك في معصية الله، فربنا حبسك في مرضك، فاحمد ربك. لكن ازاي تكيف حياتك مع قدر الله فيك، دي نقطة مهمة عايزة حكمة، ان انا اكيف حياتي مع ربنا، قدر عليا ان انا مثلا عندي الام مزمنة في الظهر ملهاش علاج، اعمل ايه؟ ما اشتغلش انا عامل ايه اشيل واحط، ده لا يناسبنا، انا ضهري بيوجعني، لكن اشتغل راجل ابيع شوية ليمون، حتى لان الليمونة خفيفة اقدر انا اقولها للراجل كده مش هتوجع ظهري، ما بيعش بطيخ عشان بطيخة تقيلة هتوجع ظهري. انا بديك مثال وانت عليك بقى تعممه في كل نواحي الحياة يعني، فكل واحد بيشوف امكانياته البدنية ايه والصحية ايه والمالية ايه وبيكيف حياته على هذا دون ان يطلب من الخلق معونة. خلي طلبك من الله، استعن بما اعطاك الله من نعم وارضى بقسمة الله، واقنع بما اعطاك من رزق ولو قليل، وعيش عابد لربك حامد لربك، لأنه قد يكون حالك لو وسع عليك لعصيت الله بهذا الوسع، فضيق عليك حتى لا تعصى. تحتمل ولا تحتملش؟ زي ثعلبة، عارف ثعلبة قال إيه؟ قال إيه؟ لا أصدقن ولا أكونن من الصالحين، لأن أتاني الله من إيه؟ من فضله، لا أصدقن. ويروح للنبي يقول له كده، النبي عارف ان ثعلبة ده دواء الفقر، يقول له يا ثعلبة احمد ربك قليل تؤدي شكره احسن من كثير يضغيك. لا يا رسول الله انا عايز كثير ومش هيضغيني. طب ادعي لي كده وحاشوف حوري لك هعمل ايه. النبي طب ما كان سمع نصيحة النبي من الاول، لا رد نصيحة النبي. فالنبي ايه دعاله، فكسر رزقه فامتنع عن الصلاة وامتنع عن الزكاة، وربنا أعقبه نفاق في قلبه إلى يوم يلقاه ومات على غير الإسلام. أنت عايز تبقى زي ثعلبة ربنا يوسع عليك ويديك مليارات وتموت على غير الإسلام، ولا يديك بقدر ضئيل جدا وتموت على الإسلام؟ اختار، اختار يا ثعلبة. كتير مننا زي ثعلبة عايز الكتير، والكتير هيضغيه، وربنا منعك من الكتير عشان ما يضغيكش، لكن أنت مش راضي عايز الكتير برضه. ارضى واخلص، ارضى واخلص تبقى غني. الغنى هو ايه؟ القناعة رأس الغنى. الإمام الشافعي يقول كده، علمت أن القناعة رأس الغنى فصرت بأزيالها ممتسك، فلاذا يراني على بابه ولاذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. ادي الغنى الحقيقي، القناعة. انت اللي فقر نفسك عشان طماع، عايز وعايز وعايز، اقتل عايز دي، اقتلها قتلا، خلي نفس لا تعوز الا ما اراده الله منها، هتلاقي نفسك بقيت غني في الحال،
من غير فيزا كارد ولا رصيد في البنك ولا اي حاجه في الحال. فالغنى متعلق بقلبك والفقر متعلق بقلبك، مش متعلق على فكره بحسابك البنكي. ياما ناس عندهم حسابات في البنك متلتله وفقراء ومهمومين، وياما ناس عايش ماشي في الشارع بجلبيه واحده ما فيهوش الا جنيه في جيبه، وتيجي تعرض عليه اموال يقول لك لا انا مش عايز حاجه. الحمد لله، مش بتشوف حاجات زي دي بيجيبوها في الكاميرا الخفيه والجواب بعد البرامج؟ بتشوف ناس فقراء بسطاء ويعرضوا عليهم اموال يقول لك مش عايزها، انا كده غني. ولو عرضوا هذه الاموال على واحد تاني من اصحاب الارصده يقول لك هات وعايز تاني وعايز تاني، ده انا عندي ديون وارتباطات. يبقى الفقر مش معناه قله المال، الفقر معناه فقر القلب. فهمت؟